أنا سعيد جدا لأنني حضرت اليوم ولأنني سألتقي بصاحبة السعادة، ولقد وعدت جميع محبي كرة القدم أن أضرب ضربة قوية في المحبة هذا. كابتن ماجد ده، يا فين كابتن ماجد؟ عايز أقعد معاه وأكلمه. أكيد راجل دلوقتي يعني ما بقاش طفل، كابتن ماجد كبر شوية وراجل محترم وكده، فأرجوكم يعني بليز عرفوني على كابتن ماجد، عايز أقعد معاه أكلمه، عايز أكلمه. حضرتك انا عايز اكلم كابتن ما الو كابتن ماجد موجود يا فندم؟ لو النبي. نعم انا مدام موجود. امل حويجه هي كابتن ماجد؟ لا والله تهزري. لا والله امل حويجه كابتن ماجد. تخيل يعني اقنعيني، سمعيني طيب الصوت. أنا سعيد جدا لأنني حضرت اليوم ولأنني سألتقي بصاحبة السعادة، ولقد وعدت جميع محبي كرة القدم أن أضرب ضربة قوية في المحبة هذا اليوم. طبعا بصي إغماءات مش عارفة إيه الحب أنا كنتش مصدقة. مدام أمل حويجة اللي لعبت كابتن ماجد على مدى الحلقات كلها وتعلق بيها كل الاجيال اللي جم واللي بعدهم واللي بعدهم، رائعه بصراحه، شابو يعني. ولا شكرا. ايه اللي يخليكي ممثله محترفه وبنت ثقافه المسرح تتخصصي في كابتن ماجد؟ هو أنا ما تخصصت بكابتن ماجد. يعني في أدوار كتير لعبتها قبل كابتن ماجد. ده أنت عاملة مسرح كتير قوي كمان. لا أكيد، بس قبل ماجد ماوكلي. يعني ماوكلي أنت ابتديتي بماوكلي؟ لا قبل بس أنا بالنسبة لي ماوكلي كان هو يعني هو حب حياتي. لا والله. ولا يزال حتى الآن طبعا. لا والله. وتخيلي أنه كابتن ماجد ما كان بدي ألعبه. يعني كنت عاملة 4 أعمال للأطفال وكلياتها بطولات بقى، وتعرفوا علي الشركة يعني بصوت حبوا هذا الصوت. طب استني فكريني بيهم، منهم واحدة كانت والـ7 أقزام كانت صح؟ لا هي بعدين. بعد برضو؟ أول شيء كان الوميد الأزرق، بعد الوميد الأزرق عملنا ماوكلي. بينهم كان في مسلسل حلقات مغامرات اسمه الدببة ومش عارفة إيش. بعدين اجى ماجد. هلا لما اجى ماجد انا حسيت انه اول شيء كره قدم، وما كثير انا ميالي لكره القدم، ولاقيه يضرب الطابه تضل اسبوع عم بتطير بالسما. قلت يعني بعد ماني عامله ماوكلي والوميض الازرق ككيرو، يعني معقول العب كره قدم هلا؟ وكان عندي عرض مسرحي بذات الوقت يعني هتلعبي فعلا. لا وعلى فكره انا بطفولتي حاولت العب كره قدم وفشلت، يعني لعبت هجوم وفشلت، رجعوني دفاع فشلت، اشتغلت حارس مرمى فشلت. بعدين يعني رئيس الفرقه الفريق هو يعني من اقربائي دعمني قال لي كوني انت رئيس الفريق. طيب كوسه بقى واسطه. فهيك حكايتي كانت مع كرة القدم، مش هالقد يعني قوية. هلا وكان عندي مسرح وكثير غالي علي المسرح يعني بشكل. كنت بدي اشتغل العنب الحامض مع إيسوب. فالمسرح هون والاستديو مقابيله تماما. والشباب يعني حقيقة بهداك الوقت كانوا شايفين صوتي وبس يعني. فأمل ما معقول يعني أنت كابتن ماجد، رحت جبت لهم زميلات رائعات وبيشتغلوا كتير حلو وهن صاروا نجوم بعدين يعني. لكن هن بوقتها ما في غير أمل يعني. أنت الفيديت بتاعت الصوت. خلص فراح، وكان في عندنا مشكله في الكهرباء، عدلوا وجابوا بطاريات ومش عارف مشان يزبط الوقت على وقتي وما الغي المسرح وابقى مع كابتن ماجد. اوكي. فانا احراجا وخجلا منهم جيت على كابتن ماجد. دخلت باول حلقه، ثاني حلقه، ثالث حلقه، بدات احس انه الزملاء يعني كل واحد تبنى دوره على المضبوط وصاروا منافسين. بسام عمل فريق. وعمر عمل فريق ومش عارفه ايش، وانا صرت ماجد متبنيته يعني، صار
في عواطف بماجد يا سيدي. يعني هي شو قصته وليش حلو كثير وليش الناس حبته اكتشفت بعدين يعني انه في كرة قدم ماشية مع مشاعر ونبل واخلاقيات والم ويعني وكواليس كرة القدم انت تشوفي ابطال وقاعدين يتنافسوا ويحكوا مع بعض وهن اصدقاء في شيء حلو جذاب يعني اتورط بقى انا بالقصه لخلص باخر الحلقات كان زميلي مازن ناطور هو اخذ دور بسام وكان ماجد مكسوره ايده مكسور ظهره مكسوره رجله وبيضرب وبيحقق الاهداف يا ولد طبعا بصي حماس كيف بدهم بقى يستفزوني الشباب وهن الفرق الثاني صاروا يقلدوا لماجد يمشوا هي بالكواليس كل ما يمرق بسام من عندي يمرق مازن الناطور يعمل وانا اقول له جول يعني انا محقق الهدف كل الاحوال يعني عشتي الحاله جدا. طب ايه سحر موكلي يعني ليه عشقك لموكلي كمان جامد كده؟ موكلي قصة إنسانية جدا مهمة ولهلا أنا بحكي بصوته على فكرة برسالته يعني طفل إنسان ربي بين الحيوانات بين الوحوش فهو تعلم قوانين الغابة أخذ من قوانين الوحش فأنت تخيلي طفل إنسان يأخذ قوانين الوحش يعني صار بشع يفترض أنا موكلي هل أدغال مسكني عشت طفولتي والذئبة كانت أمي أنا موكلي أقفز بين الأشجار ادخلوا قصتي في كتاب حياتي هيا تعرفوا بأصدقائي. لكن نحن بنكتشف بأنه الإنسان عم يخترق هاي الغابة وبيصيد بشكل عشوائي بيروحوا أصدقاء حلوين كتير من الذئاب بيروح أصدقاء نبلاء جدا من الأسود من النمور وبدون ذنب مجرد والله إنسان مارق ومسك هالبوب روحه هذا الإنسان عشوائي في القتل ويقتل يعني متعة في القتل أحيانا ورغبة بأنه يثبت ذاته لكن عالم الحيوان ما عنده هالنرجسية هي عنده أنا بجوع بأكل إذا شبعت خلص فماوكلي بيوصل لمرحلة مع الحيوانات بصيروا أهله لكن بيجي جد الذئاب بيقول له أنت إنسان أنت لازم تروح تعيش بين البشر شكرا لكم جميعا طبعا بتصير مشاهد أنا عشتها كما لو كنت أعمل على المسرح وكانوا الكل في الاستوديو يتركوني لحالي لما بيكون عندي مشهد مثلا مع الجد ولا وداع الحيوانات كنت أدي من قلب قلبي وأبكي من قلب قلبي يعني لأنه كتير تبنيت القصة فهو لما بيودعهم للوحوش وبيقول لهم يعني يبدو أنا لأنه بيحب فتاة صغيرة وبيتعلق بأسرة هتقولي مقطع قوليه لي بصوته هذا مقطع فظيع قولي أنت مبدعة في كل الأحوال أصلا دخيلك أنا يعني رح أرتجل الحوار لحظة وداعه للوحوش لم أكن أتوقع يوما أنني سأترككم أنتم أهلي وأنا قد عشت بينكم لكنني اكتشفت بأنني إنسان وعلي أن أعيش في عالم لم أكن أعرفه من قبل لكنهم يشبهونني يضحكون يبتسمون يحبون سأذهب إليهم ولكن لن أنساكم أنتم أهلي وفي كل لحظة أحتاج إليكم سأصيح تقدرش تنكر الطاقة والإبداع والموهبة مهما راحت وجت انت قاعد قدام شيء فريد وعظيم انت جميلة قوي شكرا لاستماعكم هذا اليوم من أجل وداعي مين محلمش في طفولته يعيش عيشة فتى الأدغال يرقص على مزيكة الغابة ويتنطط على كتف بابا الدب ويحارب النمر الشرير بدر ولا
ايه اللي خليكي يعني، انا فهمت انه ثقافتك المسرحيه والفنيه وانك انت دخلتي ورش كتير يعني تو ديب في موضوع الاطفال واصوات الاطفال، والاصوات عندك الصوت عندك هو القائد يعني هو اللي بيحكم حاله التمثيل، صح ولا في لما بكون في الانيميشن؟ يعني انت ممتزجه روحك جدا بالاعمال اللي عملتيها، وبالذات لما يبقى عنصر انساني قوي كده زي ماوكلي او موجلي. هلا شوفي ماوكلي ولا كاكيرو ولا ماجد، كنت متقصده استخدم الصوت القريب لصوتي. هلا يكون في كاركترات تانية استعير صوت. عملتي حاجات كتير قوي حتى في كابتن ماجد بتهيألي كنت بتعملي حاجات طبعا كده. عندي عنده هدول الاخوين الدريم تبعي هدول بحبهم كتير بموت عليهم. ازاي النبي اين انت يا منير الان سنسحقك يا ماجد. لا لن تستطيعون ان تفعلوا هذا ابدا. ده ماجد بيرد عليه. بل سنفعل هذا يا ماجد. هيا يا اخي منير. حاضر حاضر. جميله. او بيطلعوا لفوق بالسماء وينزلوا.